الزوجة التي لم يصلي زوجها ماذا تفعل؟ التي لا يصلي زوجها ماذا تفعل؟ إذا كان جاحدا للصلاة لا يحل لها البقاء معه، إذا كان متكاسلا عن الصلاة فهو مسلم مرتكب لكبيرة، فعليها بالنصح والتذكير، وعليها بدراسة أمرها دراسة جيدة، فإن هو جليس سوء على كل حال يخشى منه على المرأة أن يؤثر على دينها أو يعلمها التكاسل عن الصلاة والآخر. إذا كان لها مأوى كريم تأوي إليه وتفارقه فلا بأس بذلك.